من اخبار الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنيه نروح بقى لدوري القسم الثاني، ونبدا من حصاد الجوله الخامسه دوري القسم الثاني الف الى اللي بيتصدر طبعا وادي دجله برصيد 11 نقطه حتى الان، وبعديها الترسانه والمقاولون العرب برصيد 10 نقاط. خليني اقول لحضراتكم نتائج الجوله ونشوف مع حضراتكم الجوله الخامسه دوري القسم الثاني الف ونشوف الارقام. المباراه انتهت سكه الحديد وطنط انتهت 1-0 صلاح السكه، القناه والمنصوره 2-2، كهرباء الاسماعيليه 1-1 مع وادي دجله، ابو قير للاسمنه التعادل السلبي مع لافيانا، ونفس النتيجه مصريه للاتصالات مع منتخب السويس، بلديه المحله 1-1 مع بروكسي، سبورتنج 1-3 امام دايروت، والداخليه تعادل سلبيا مع اسوان، بترول اسيوط فاز بثنائيه نظيفه امام المقاولون العرب، والترسانه فاز ثنائيه نظيفه على فريق رايا. نروح بقى لحصاد الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني ألف. المباريات عندنا 10 مباريات، الأهداف 17، الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والطرد للاعب 1. أما بالنسبة للهدافين مصطفى سلطان لاعب القناة برصيد 4 أهداف، وأيضا تشارلز باسي لاعب المقاولون العرب برصيد 3 أهداف. نرجع مرة أخرى لأخبارنا، وقرر اتحاد الكرة منح نقاط مباراة الأولمبي مع هلال مطروح في الجولة الخامسة للمجموعة الستة إلى فريق هلال مطروح لاحتساب النتيجة كده 2-0 بسبب طبعا عدم تواجد سيارة إسعاف وانتظار الحكم المباراة لمدة 20 دقيقة ليرتفع رصيد الهلال بكده إلى 7 نقاط ويتوقف رصيد الأولمبي عند 9 نقاط. قرر مجلس إدارة نادي المنيا تعيين شديد إناوي مديرا فنيا للفريق خلفا لعلاء نوح بعد قبول استقالته بعد الهزيمة طبعا من أسمنت أسيوط بهدف دون رد، كانت في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني به. كمان قرر مجلس إدارة نادي الفيوم تعيين هاني المصري مديرا فنيا للفريق خلفا لفؤاد سلامة بعد قبول استقالته كمان بعد الهزيمة من تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف، في كانت أيضا في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني به.